السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة في رفع موقع ومدونة بلوجر إلى محرك البحث الخاص بجوجل. سوف أضع لكم رابط هذا الموقع في أسفل الفيديو، سوف تجدونه في الوصف إن شاء الله أو في موقعي أو في مدونتي. كما ترون اسم المحرك اسم الموقع سيرش كونسول. اول ما ندخل عليه سوف تظهر لنا هذه الصفحة، وبعدها نقوم بالذهاب الى هذه الحقل وبإضافة الموقع الخاص بنا او المدونة الخاصة بنا، مثلا هذه المدونة، ثم نختار موقع ويب او تطبيق اندرويد، ثم نضغط على المستطيل باللون الاحمر اضافة خاصية ليقوم باضافة الخاصية. كما ترون الان قام باضافة الخاصية، ثم نذهب الى الجيميل ونرى هل الموقع تم إضافته. نبدأ الآن، تم إرسال هذه الرسالة. كما ترون تؤكد أنظمة جوجل إننا في كما ترون تظهر الآن في نتائج البحث جوجل. الآن الموقع ظهر في نتائج البحث الخاصة بجوجل، ومن هذا الموقع أستطيع التحكم به. أعتذر. كما ترون من هذه لوحة البيانات أستطيع التحكم في أي شيء في الموقع، وهذا هو عنوان الموقع. نشكركم على المشاهدة.